قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ومن الفوائد عند هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في معجم الطبراني بين علة استغفاره لعمه أبي طالب، وذلك باقتدائه بأبيه إبراهيم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في معجم الطبراني أنه استغفر لعمه أبي طالب اقتداء بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام.